السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج صريح جدا. موضوعنا لنهار اليوم حيكون حول ارتفاع معدل حوادث المرور، وبهذا نسأل المواطنين حول إعادة النظر في قانون تنظيم حركة المرور وسلامتها. ما نطوش عليكم، تابعوا معنا. بكل بساطة هي اللاوعي لمعظم السائقين جديون جنرال، احترام القانون المرور ما كاش كاع في الواقع، ما كاش كاع في الجزائر. الناس عندهم هذيك النزعة، هذيك أنا الأول نوصل بكري ونساو هذه القوانين كاع المرور، وهذا هي اللي مدت بلي أحداث جسيمة. وزيد الصيانة نتاع كل هياكل السيارة، سواء الوزن الثقيل ولا الخفيف، ما كانش صيانة، ما كانش مونك دي بياس. لو بروبليم أنا والله منو أنا لي جون هادوما J'ai 26 ans, 25 ans, il y a une vitesse de 160 jusqu'à 180 km à l'heure ou deux. Je, en toute sincérité, je ne suis pas un homme. Je suis un ingénieur des mines. كاينين كاين شي ناس والله العظيم صدق لي غير يمدوا البيرمي دو كوندوي تاعهم غير يلحق لهم للدار وما يعرفوش ميم با واش هو ستاسيونمون. هذيك مشكل، هذيك مشكل عويص، هذاك مشكل عويص. دوك لا تسبب ويتحمل المسؤوليه مع ربي ومع القانون مع كلش. صعيبه بزاف والاسباب تاعها كثير على كل حال، سيرتو لي جون هذو ربما كان يشو دي بيرمي ماشي ما يسوقوش. ميم هذو اللي يعلموهم هذو لازم يعلموهم، لازم يعطوهم الشيء اللازم، خاطر بزاف اللي يجي شوفوا سيرتو لي جون ليطا ديبريتي تاع كاشيات تاع هذيك، لازم الدوله تاخذ قرار صار من هذا الجانب هذا. قول لك انا ربي يهديهم وان شاء الله لزاكسيد وتحبس ماشي هكذاك. قوات بزاف في بلادنا والله غير قوات بزاف بزاف بزاف. في النهار راك تشوف شحال كاين لاكسيدو بالقليل، كيما كاش ما كاش كاين واحد 100 لاكسيدو 200 لاكسيدو بلا هنا. خلينا من لاسيمون خارج ولايات من نوم زيد شي سوق طول حياته يا اخو، لي زعما يؤدي الى قتل عباد هكذا ولا ما يسوقش. علاش يسوق؟ هو ما يعرفش يسوق يا اخو، علاش يسوق؟ يسوق واحد من غيره يا اخو. اه ولي زاكسيدون كاين في البلاد هذه، ما كاش بلاد فيها لي زاكسيدون كيما الجزائر يا اخو، فيها معمره لي زاكسيدون سولمون باسكو يفوا يسون اون ترين فير لا فيتيس مي اوسي سون اون ترين برود لاخر لا دروغ. واد لي كومبريمي هادو الله لا يسمعني في الاسماء تاعهم كاع. كنا بكري كنا نهضروا على الكول، دركا سي بير. واش نقول لك؟ ربي ربي يهديهم. قانون لازم يكون عندنا في القانون، لازم يكون عندنا في القانون، خاطر كاين تسامح بزاف، ولازم يفو لي بونير سيفيرمون بور لي جون كي فون دي شوز باراي. يخلوا ولادهم في حاله هو يتشلك في السبيطار طول حياته، دي فراكتور على بالك، دي تروماسيوم كرانيا، فراكتور لا كولون فيرتيبرال، يبقى الشيء على كل حال يدوخ. شوف هذاك والله غير تبكي انا، شوف فريمون خاطر هذا السوقان ماشي من هبه ودبل يجي يسوق بكري. انا نشفى كنت صغيره باش يدي بيرمي كل اللي ديت حاجه كبيره لازم امانه. السوقان انا نقول لك لازم امانه، كي تنوض قول بسم الله وتوكل على ربي واعرف باللي خليت عائله في البيت تاعك. ما نحاول بصح ولا عليه بروسي، ماشي كيما كان مداري جوز كوميسيون منا من هيك تيتو، ولا كانت فيه صعوبات، ولا الانسان يخاف باش يدير لافيتاس ويطيح في هذوك الصعوبات، راك فاهمني؟ صرات لي انا ديجا، هذيك لو كان يعاودوا يرجعوها تنقص شويه لي زاكسيدون. الطريق السيار هذاك تاع الشرق تاع جيت باليسترو هذاك، راه الطريق هذاك لو ترونسون راه ثم نقدر نديروا تقول راه متزاره كبيره صرات. بزاف الناس عندي اصدقاء اللي لقاو حذفهم ثم، كاينه فيها هي الصيانه الاولى وكاين ثانيك تطبيق القانون. لازم يكون الدوله تاخذ قوانين صارمه اخويا، اللي يغلط لازم يخلص الى للسحب ولا بالتنقيط، بصح لازم نطبقوه في الواقع. يا ودي انا كون جيت انا كون سي جافي لوتوريتي اونتر مي ما، انا ما نحلهمش بيرمي تكون دولة الناس، نحلهم كارنيت فامي. كارنيت فامي نحيولو ماشي باسكو البيرمي. انا نقول لك البيرمي ما معرفه يعاود يريكيبيريه. ولا ثاني تنحي له بيرمي بعدين يروح عندي فلان عندي فلان، ولا تشغل الانسان يكون صارم عليك وعليا، هذه هي تغلط تخلص وخلاص، هذه هي. انا نتمنى الناس ياخذ سوق بعقلها يا اخو، ماكسيمو 80 ما تزيدوش يا اخو، 80 يا اخو امشي بعقلك يا اخو. وعلى وقت دي شحال انت دير روطر خمس دقائق 10 دقائق 20 دقيقه، امشي بعقلك دير روطر. علاش ريح تجري كدايا انت من بعد هكذا تاكسيدو ما لحقتش كاع فاميلتك وكرهت عند ربي ولادك ومرتك شكون بيهم؟ والله غير دي فوا مليح التزيار، التزيار مليح سورتو في علاه يقول لك في التاني السلامه وفي العجله الندامه.
الكاميرات ما كفاوش، البروسيات ما كفاوش، يزيدوا يا العقوبه، يزيدوا العقوبه، ناكد لك باللي ينقصوا هذو الحوادث المرور. انا منهم شاك جون يحبسوا في الباراج، كاين اللي نحيو من البيرمي لي بيرمي دو كوندوير تلقاه يسوق بلا بيرمي. يدير يا خويا دير كما قال انسان، انا درت ان كونترا دروتين، يحكم العباد اللي ما عندهمش بيرمي دو كوندوير، يحكمهم الحبس واسمه العداله وما يشبه. لازم نظر في القانون هذا والعقوبه تكون شويه قاسيه بالنسبه للناس اللي تجاوزوا حد القانون واللي يلعبوها ذلك. هذا هو يلعبوها ماشي لا سمعت امشي نورمال ماشي 80 مش عارف 100 سيسبوندي باغ اكزومبل. قال واحد دار غلطه جسيمه لازم تكلاسي فيهم، وبيان سور لازم نحو من هذيك العقليه نتاع عندي معرفه نروح نجيب البرمي مني، هذيك لازم تتنحى، لازم الطريق يطبق يا خويا. وهذا هي كي يكون مطبق على الجميع الناس قاعده تسقم وحدك تولي نورمال.